ازيك يا حاج حنفي؟ السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ تعال اتفضل. لا حبيبي نسلم، بس عشان متاخر احنا بنلم فلوس الصيانه بتاعت الاسانسير 3000 جنيه، فاحنا 5 شقق فبناخد من كل شقه 600 جنيه. طيب بس المشكله بس ان انا معيش فلوس دلوقتي يا حاج، فتعال اتفضل اقعد معايا 5 دقايق بس، هبعت الواد يروح يسحب فلوس على طول ويجي. لا لا خلاص يا حاج، بس عشان متاخر هبقى عندي عليك بكره خدهم. طيب بس تعال بس بكره يا حاج قبل ما انزل الشغل على طول عشان متاخرش، تعال بدري. طيب تمام يا حاج ماشي، يلا في رعايه الله. واخرب بيتك يا حاج حنفي، اقول لك ما تتاخرش عليا، انت تتاخر كل ده. مالك يا بابا في ايه؟ الحاج حنفي المفروض كان هيعدي عليا عشان ياخد فلوس الاسانسير، وقلت له عدي عليا بكره بدري قبل الشغل عشان نلحق الشغل، قاعد متاخر عليا كل ده. طب هات هات الفلوس انا هديهم له، انت انزل روح شغلك بقى لما يجي هديهم له. هات. مالك يعني فرحت دلوقتي او هات هديهم له؟ هات هديهم له. لا عادي يعني، انا قلت بس عشان تلحق انت شغلك بس، وانا لما يجي هديهم له عادي يعني. مستريح لك يلا. يا بابا مش مستريح ليه؟ يعني انا هاخدهم هجري بيهم، ما انا هاخدهم زي ما اخدهم منك زي ما هدهم. على راحتك، خد امسك. لما يجي يقول له بابا بيقول لك لما يشوفك. دوبك على الحال بقى. ازيك يا حاج حنفي؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ما لقيت بابا نزل، معلش اتاخرت عليه. اه بابا نزل بس سابك الفلوس معايا. طب كويس الحمد لله. ايوه انت كنت عايز كام بالظبط يا حاج حنفي؟ 600 جنيه. طب انت معاك 400 واديك 1000؟ 400. اه تجيب 400 وعلى 600 هديك 1000 كامل. 400 و600 1000. ايوه 400 زائد 600 ايوه 1000. 400 زائد 600 1000. حاج 400 ايوه زائد 600 1000. يا ابني ثانية بس. ادي 600 وادي 100 200 300 400 400 600 1000 اه صح 1000. يا لهوي انت مين كان بيديك حساب وانت صغير؟ ايه يا استاذ خلاص تصحى تفكرني خلاص هاتهم. ايه امسك يابا. تمام كام دول كده؟ 400. 400 تمام؟ وادي 200. ايه يبقى كده 600. 600 وادي 200. ايه يبقى كده 800. 800 وادي 200. ايه يبقى كده 1000. تمام كده يا حاج؟ تمام ماشي يا حبيبي يلا سلام. يلا يا حاج سلام. ايه ده؟ ده الحاج حنفي ده راجل فلة يخرب بيت الغباء. ربنا يخليه لي يا رب. يا زميكس جهز نفسك النهارده على خروجه دمار. ايه يا حاج حنفي؟ بقول لك يا حبيبي انت حسبت غلط او في حاجه غلط في الفلوس. حاج انا مش مديهم لك كاملين. اه بس في حاجه غلط انت مش عارف. ده تعالى نحسبهم تاني وريهم. امسك. دول كام دول؟ 600. وادي 200. 600 و200 يبقى كده 800. كده 800. وادي 200. 200 يبقى كده 1000 صح؟ اهو شفت يا حاج ادي ال 1000 بتوعك. تمام كده يا حبيبي سلام. يا عم يا حاج سلام. الطعمه والحلاوه دي اقسم بالله. ايه يا اسطى؟ بقول لك ايه؟ كلم العيال النهارده كلهم وقول لهم ان هم النهارده كلهم عازمين على حسابي. لا يا اسطى لما جيت بالليل ابقى احكي لك. يا اسطى في حاجه غلط. ليه يا حاج؟ انا اقول لك ما تاخرش عليا بقول لك يا حاج بس مش وقت نادي ابنك. ابني؟ ليه في ايه؟ في حاجه غلط في حسابه في الفلوس. يا حيوان وانا بقول برضه كان مصمم ياخدهم الصبح ليه؟ طب ثانيه واحده انت هتقف لما شكلك دفعت طابور دلوقتي. انت نعم بابا انا مش مديك النهارده فلوس الاسانسير وقال لك اديها لحاج حنفي. ايوه اديتهم له. مش اديتهم لك الصبح يا حاج حنفي؟ اه امال ايه؟ بس في حاجه غلط في الحساب، في فلوس ناقصه. مش الصبح قبل ما تنزل اكدت عليهم وعديتهم وتركها تمام وخدتهم ونزلت؟ الله اما انت جاي تطلع معاك الواد الدرج يا حاج ولا ايه؟ مش كفايه النهارده نازل الشغل متاخر بسببك؟ يا عم انت بتعصب ليه من الراحه؟ خلاص خلاص خش انت يا بابا انا هسيبهم معاك تاني. خش انت تعالى شوف. ايه تعالى بص يا حاج حنفي بالراحه كده نحسبهم الاول تاني. انت معاك كام؟ مش عارف والله يا ابني انا كان معايا فلوس كتير الصبح قعدت احسبهم ما فيش فلوس ناقصه في فلوس مقطوعه دول كل اللي معايا. دول كام دول؟
400. تمام 400. واصلا فلوس الاسانسير كانت كام؟ 600. 600 تمام، يبقى كده 400 وادي 200 يبقوا كده كام؟ يبقى كده 600 اهو. شفت يا حاج؟ تمام. يبقى كده كنت حاسب غلط، معلش يا حبيبي. سلام. الراجل ده هو في كده؟ انا دلوقتي بس عرفت ابن الحاج حنفي بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ الحاج حنفي ده